شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم. لعلنا نوفق في هذا اليوم وفي بعض الأيام القادمة للحديث حول موضوع يشغل مساحة واسعة من الفكر الديني، وهذا الموضوع هو الحديث حول منازل الآخرة. مقدمة لهذا الحديث لا بأس أن نذكر أن بعض العلماء يشبه العلاقة التي تربط الدنيا بالآخرة بالعلاقة التي تربط فيما بين عالم الأرحام وعالم الحياة الدنيا. ما هي العلاقة التي تربط بين عالم الأرحام وبين عالم الدنيا؟ هذه العلاقة هي علاقة استكمال الإنسان في عالم الأرحام. ينبغي أن يتكامل حتى يأتي إلى هذه الحياة كاملا. هذه الدنيا مو مجال الاستكمال للأدوات والأجهزة الأولية، الاستكمال مكانه عالم الأرحام. الإنسان في هذه الدنيا يحتاج إلى عين، ولكنه لا يمكن أن يحصل على هذه العين في هذه الدنيا. مكان تحصيل العين في رحم الأم.
الإنسان في هذه الدنيا يحتاج إلى يد ويحتاج إلى رجل ويحتاج إلى خلايا ويحتاج إلى أنسجة ويحتاج إلى آلات. هذه الحياة الدنيا ليست مكاناً لتحصيل هذه الآلات، وإنما جميع هذه الآلات وجميع هذه الأدوات وجميع هذه الأنسجة يجب أن يحصلها الجنين في عالم الأرحام. إذا حدث هنالك أقل اختلال في ذلك العالم، بعض التشوهات التي تعرض على الجنين وهو في عالم الرحم على أثر إهمال الأب أو إهمال الأم أو على أثر بعض الأطعمة أو على أثر الخوف والقلق والاضطراب، هذه التشوهات التي تحدث في الجنين تظل مع هذا الجنين إلى آخر حياته. يعني هذا الطفل المسكين يعاني إلى آخر حياته ويعاني ويتألم من هذا النقص الذي حدث له في عالم الأرحام. الدنيا والآخرة العلاقة بينهما نفس هذه العلاقة، علاقة استكمال. اليوم عمل كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هاي أعمالنا في هذه الدنيا تنعكس في ذلك العالم في تلك المرحلة، ومن كان في هذه أعمى اللي يكون في رحم الأم أعمى، ما هي النتيجة؟ النتيجة 100 عام في هذه الدنيا يكون أعمى. اللي كان في هذه الدنيا أعمى يعني أعمى البصيرة، ومن كان في هذه أعمى ما هي النتيجة؟ هذا ينعكس على حياته غير النهائية. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. هذا انعكاس. أكو هنالك حديث لطيف يصور هذه العلاقة، وهذا الحديث يقول: المرء يوم القيامة هنالك حر، حر شديد لا يمكن أن نتصور، هذه الشمس المحرقة تجي على مقدار رأس رمح من الأفراد، هاي الشمس بهذا البعد ماذا تصنع بنا؟ فكيف إذا كانت على رأس رمح أو ما يقارب هذا المقدار؟ هناك الناس ما إلهم ملجأ، ما إلهم ظل. هناك بعد واحد ما يتمكن يبني ملجأ. يوم القيامة الآخرة مو مكان البناء، هنا مكان البناء. إذا واحد يريد أن يظل محفوظا في ذلك اليوم، هذا الحديث يشير إلى ذلك. الحديث يقول: المرء تحت ظل صدقته يوم القيامة، هذه الصدقة اللي أعطيتها في هذه الدنيا، هذا المشروع الخيري الذي أقمته، مثل البيت اللي تبني البيت ثم تأوي إليه. الإنسان الذي يعمل خيرا في هذه الدنيا، إنفاق لفقير، مشروع من المشاريع الخيرية، مسجد من المساجد، حسينية من الحسينيات، هذا يكون ظلا له في يوم القيامة. المرء تحت ظل صدقته يوم القيامة. وفي آية معبرة
الله تعالى يقول يوم، هذه الآية في سورة الحديد، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، نور يتحرك ويتحرك بسرعة، لأنه ذول بسرعة دا يتجهون نحو الجنة، مو يمشي. أكو فرق بين يمشي وبين يسعى. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، يتحرك بسرعة باتجاه الجنة، لأن ماكو وقت للانتظار، مستعجلين أن يذهبوا إلى رحمة الله، إلى رضوان الله. يسعى نورهم بين أيديهم، يعني أمامهم، وبأيمانهم. هذا أي نور؟ هذا النور الذي حصلوه في هذه الدنيا، هذا نور الوضوء، الوضوء نور. هذا الوضوء الذي توضأه في هذه الدنيا يتحول إلى نور يوم القيامة. هذه الصلاة، هذا الذكر، هذه العبادة، هذه النافلة التي أتى بها في جوف الليل، هذه كلها تتحول إلى نور يوم القيامة، وتشق ذلك الظلام. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، إلى أن الله تعالى يقول يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا يعني إما انظروا إلينا أو انتظروا شوية نستفيد من هذا النور، نشوف طريقنا على ضوء هذا النور. انظرونا نقتبس من نوركم. ما هو الجواب؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. الآخرة مو مكان النور، الآخرة مو مكان تحصيل النور، هنا مكان تحصيل النور. إذا واحد يريد يعمر آخرته، الآن لازم يعمر آخرته. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. إذن في الواقع هذه الدنيا دار استكمال. الإنسان يجب أن يعد في هذه الدنيا لآخرته. أحد الأفراد رأى أحد المؤمنين اللي كانوا على كل حال ما كان موفق في حياته، مع أنه كانت عنده إمكانات، كانت عنده قدرات، لكن كان مسلوب التوفيق. رآه بعد موته، شافه قاعد في خربة وعليه ثياب ممزقة ووجهه أسود، هذا الميت. فذهب إلى أحد المعبرين، قال شنو معنى هذا المنام؟ قال معناته واضح، هذا المنام، هذا الإنسان وجهه أسود، لأن الإنسان اللي ما عنده شيء وجهه أسود من الألم، ثيابه ممزقة، قاعد في خربة لأنه ما قدم لآخرته شيئا. هذا تعبيره معه. على كل حال، نحن نتطرق إلى هذه المنازل بإذن الله تعالى حتى نرى ماذا يجب أن نعد في هذه الدنيا لهذه المنازل. المنزل الأول من هذه المنازل، وهو في الواقع مقدمة لهذه المنازل، هو حالة الاحتضار. الاحتضار يعني حالة نزع الروح.
هذه الحالة يقال لها الاحتضار، وتسمى هذه الحالة بحالة الاحتضار لأن الملائكة يحضرون والشياطين يحضرون وأهل الميت يحضرون حوله. بأحد هذه الاعتبارات أو باعتبارات أخرى هذه الحالة تسمى بحالة الاحتضار. الإنسان بعد مرحلة الشباب يتجه إلى الضعف، يعني واحد إلى حدود 40 يمكن بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قواه تتجه نحو القوة والاشتداد والاستحكام، لكن بعد 40 أو ما يقارب ذلك الإنسان يبدأ مسيرة الانحدار ومسيرة الضعف ومسيرة انهيار القوى البدنية والنفسية. قواه تنهار وتضعف وتذبل واحدة بعد الأخرى، عينه تضعف، سمعه يضعف، أعضاؤه تضعف ضعف، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. ويمكن أنه هذا الضعف يكون من نعم الله على الإنسان، لأن الإنسان كل ما يكون قوي يكون اشتباكه بالحياة أكثر. الإنسان يمكن في بداية عمره يشتغل يوميا 16 ساعة للدنيا الفانية، عندما شوي يضعف أكثر اشتباكه بالدنيا يصير أقل، 12 ساعة مثلا يعمل، عندما يضعف أكثر 8 ساعات يشتغل للدنيا، عندما يضعف أكثر شوي يروح للدكان فالساعتين يصرف الأمور اللازمة ثم يرجع إلى بيته. وهكذا الضعف يستولي عليه يستولي عليه يستولي عليه، الآن بعد 100 ما كان يعمل شيء، يقل اشتباكه مع الحياة. ألهاكم التكاثر، واحد يريد تحصيل القدرة بمختلف أنواع القدرة، هذا يلهي الإنسان. كلما الإنسان ضعف، إذا الإنسان في شبابه كان يموت يمكن هواي كان بعيد عن الله، أما الله سبحانه وتعالى من لطفه بعباده من رحمته بعباده جعل الإنسان يضعف 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 حتى يصير انفصال قهري عن هذه الحياة. ينفصل بعد شي يسوي، قاعد في البيت لا يتمكن يمشي، ما يتمكن بعد ما إلى ملجأ، بعد ما عنده أمل، هناك يتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه ومن أعماقه يقول يا الله. بالدكان واحد ما يقول يا الله إلا إذا كلش مؤمن، إذا ما يقول يا الله يا الله يقولها لقلقة لسان، أما عندما واقع على فراش المرض لا طبيب ينفع ولا واحد ولا ابن ولا بنت ولا عنده أمل بشيء، هناك من أعماق بعد يقول يا الله، حقيقة يتجه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا في الواقع نعمة. هذا الضعف يستمر 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 إلى أن يصل إلى أدنى مراتبه أو أعلى مراتبه في أي لحظة؟ في لحظات الاحتضار. إذا صح التعبير قمة ضعف الإنسان وانهيار الإنسان ومسكنة الإنسان في لحظات الاحتضار، تتمكن تعبر عنها بقمة الضعف أو أدنى درجات الضعف. وهذا حديث،
هذا مو شيء أنا أقوله من نفسي، هذا الفقهاء ذكروه في أحكام الأموات. عندنا رواية وهذه الرواية موثقة، موثقة زرارة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. زرارة في هذه الرواية الموثقة ينقل عن الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول: إذا شفت واحد محتضر ليكون واحد يمسه، هذا من المكروهات، والفقهاء ذاكرين هذا في مكروهات الاحتضار، أنه إذا شفت واحد محتضر لا تقيسوا، لا تخلون إيدكم عليه، لعل كلمة المس تشمل حتى واحد يقبله، لأن هذا نوع من أنواع المس. هذا يذكره الفقهاء في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، في تقبيل القرآن الكريم. يعني أي عضو من أعضائك، إيدك، رجلك، فمك، لا تخليه على الميت، لأن هذا الميت واصل إلى مرحلة من الضعف. يعني هذا المحتضر اللي يريد يموت واصل إلى مرحلة من الضعف حتى اللمسة ما يتحملها، هي قمة درجات الضعف. الإمام يقول: لا تمس المحتضر في هذه الرواية، فإنه أضعف ما يكون في تلك الحالة، أضعف ما يكون، يعني هذا نهاية الضعف، هاي أقصى درجات الضعف. ومن مسه فقد أعان عليه، يعني كأنه هذا دا يساعد في القضاء عليه، هاي اللمسة هالشكل تلمسه، هو هذا ما يتحمل، هي هاي اللمسة أعان في القضاء عليه. شاهدنا في هذه الكلمة: فإنه أضعف ما يكون في تلك الحال، الضعف البدني في نهايته والضعف النفسي في نهايته. في حديث: لا تبكوا عند المحتضر، هذا الفقهاء ذاكري من المكروهات عند المحتضر أنه واحد يجي يبكي عنده، لأن هو هذا منهار. ليش منهار؟ أنا أمثل لكم مثال ليش أن الميت منهار. هؤلاء المصابين بالسكر لازم يعتنون، لازم يواظبون، إذا والعياذ بالله واحد ما واظب وما اعتنى، ربما الأمر يتطور إلى أنه يضطر، أعاذنا الله وإياكم وجميع المؤمنين، أنه يضطرون يقطعون إصبع. إيش قد الإنسان يتألم إذا قطعوا إصبع من أصابع، يتألم دائما، هذا في فكرة دائما، عندما يشوف إيده يفكر في هذه الإصبع اللي راحت منه. إذا ما اعتنى أكثر المرض تطور وتطور وتطور، فقطعوا كفه من الزند، إيش قد هذا الألم يكثر أكثر. إذا ما اعتنى والعياذ بالله تطور وتطور وتطور، فقطعوا ذراعه، إيش قد هذا موت تدريجي. إذا ما اعتنى فاضطروا إلى قطع يده منين؟ من الكتف، من هذه المنطقة. إيش قد يتألم الإنسان اللي يفقد عضو من أعضائه، خصوصا إذا كان الفقدان تدريجي، وايد يتألم. إذا إنسان والعياذ بالله مثال ثاني فقد ولد من أولاده، جدا يتألم. إذا بعد ذلك فقد ولد ثاني يتألم أكثر، إذا فقد ولد ثالث بعد ذلك يتألم أكثر، إلى أن لا يطاق هذا الألم. إذا إنسان عنده 100,000 دينار خسر 1,000 دينار يتألم، هذا مثال ثالث، بعدين خسر 1,000 ثانية يتألم، ثم 1,000 ثالثة يتألم، إلا إذا كلش مؤمن كلش قلب قوي بالإيمان، ذاك بحث آخر. واستعينوا بالصبر والصلاة. فإذا فقد كل أمواله شنو يصير في حاله؟ الإنسان في لحظات الاحتضار مو أن إصبع دا تروح، مو أنه 1,000 دينار من أمواله دا تروح، مو أنه ولد من أمواله دا يروح، كل شي دا يروح. هذا الرأس مال هذه الدنيا اللي طول عمره ركض وراها مو لله، للدنيا، كل دا يروح، يعني بدنه دا يروح،
أعضاءه دا تروح، أمواله كلها دا تروح، بيته دا يروح، أولاده دا يروحون، كيانه الاجتماعي دا يروح، كل شيء دا يروح. هذا حقيقة هذه الدنيا فراق الأحبة. والبعد الثاني هول المطلع أنه دا يدخل في عالم جديد، في عالم مجهول، في عالم لم يعد له. فالإنسان في أقصى درجات الضعف في تلك الحالة، الضعف البدني والضعف النفسي. لذلك يقول في الحديث، يقول الفقهاء يقولون لا تبكوا على الميت أمامه، لأن هو منهار، يشوف أنه واحد دا يبكي عنده، هذا يزداد انهيارا ويزداد ألما ويزداد حزنا. أيضا من المكروهات التي ذكرها الفقهاء في باب الاحتضار، راجع العروة وراجع الرسائل العملية وراجع الشراية واللمعة والجواهر وغيرها من الكتب الفقهية، يكره أن نترك النساء وحدهن عند المحتضر. خلي النسوان وحدهم عند المحتضر، هذا مكروه. معللي الفقهاء خوفا من صراخهن عنده، يصيحون يصرخون، هذا يؤذي المحتضر أكثر فأكثر. الإنسان في لحظات الاحتضار يكون في منتهى درجة الضعف، فإنه أضعف ما يكون في تلك الحالة. ننتقل إلى الفصل الثاني، ما هي الأشياء النافعة في حالة الاحتضار؟ الأشياء النافعة، هذه الأشياء كثيرة، نذكر واحدا من هذه الأشياء في هذا اليوم، ولعلنا نوفق في بعض الأيام القادمة لمواصلة الحديث. وهذا الشيء جدا مهم، هم في الدنيا هم في الآخرة، هذا الشيء مهم هم في الدنيا وهم في الآخرة، وهذا الشيء هو حسن الظن بالله. النبي صلى الله عليه وآله يقول لا يموتن أحدكم إلا وقد أحسن ظنه بالله عز وجل، فإن حسن الظن بالله عز وجل ثمن الجنة. كل شيء له ثمن، ما هو ثمن الجنة؟ حسن الظن بالله. أكو بعض الأفراد يحملون روحية تشاؤم، روحية يأس، الأحداث تأثر بهم تهزهم، لا، واحد يكون حسن الظن بالله. الله تعالى في آية عجيبة يقول، راجعوا الآية في سورة فصلت، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. الشيء اللي يرد الإنسان سوء ظنه بالله تعالى، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. العجيب أن بعض العلماء وراجعوا العروة قالوا بوجوب حسن الظن بالله في كل حال، يعني واحد دائما أمل بالله يجب أن يكون كبيرا دائما، مو فقط في لحظات الاحتضار، يجب أن يكون قلبه واثقا بالله، عامرا بالثقة بالله، قايلين هذا واجب من الواجبات وتركه محرم من المحرمات. صاحب العروة رحمة الله عليه يقول ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه في حالة النزع، يعني في تلك الحالة واحد لازم أمل بالله يكون قوي،
الأمل برحمة الله، الأمل برضوان الله. واحد لا يكون عنده يأس من رحمة الله ورضوان الله. الله تعالى عنده حسن ظن عبده به، إذا أحسن الظن بالله الله يعطيه على طبة ظنه، وإذا أساء الظن بالله الله يعطيه طبة ظنه. الله كما في الروايات عند ظن العبد به، فالإنسان يجب دائما أن يكون عنده حسن ظن بالله، أمل برحمة الله، أمل برضوان الله سبحانه وتعالى. هو قال أول سورة، هذا العنوان اللي نقرأه، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عنوان القرآن. أحد العلماء كان في لحظات الاحتضار كاتبين، أحد كبار العلماء، فقال جيبوا لي ورقة وقلم، فجابوا له ورقة وقلم، كتب بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين قال هذه الورقة خلوها معي في كفني في قبري. قالوا له لماذا؟ قال إذا الله سبحانه وتعالى أقامني للحساب أقول له يا الله إنك أنزلت علينا القرآن وجعلت عنوان كل سورة من سور القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا أطالبك أن تعاملني وفق هذه الرحمة. هاي الوثيقة، هو قايل في القرآن 114 سورة و114 مرة تكررت بسم الله الرحمن الرحيم، 114 مرة، في إحدى السور مرتين، سورة براءة ما فيها. نختم الكلام بهذه القضية حول رحمة الله والأمل برحمة الله سبحانه وتعالى. كان هنالك ولد من الأولاد العاقين، وما أكثر الأولاد العاقين. هذا كان عنده أم عجوز في بيته، والأم عندما تصير عجوز بعد في كثير من الأحيان بعد لا تتحمل، يعني حقيقة لا تتحمل، لا تطاق. فهذا يوم من الأيام بعد انتهى صبره كان يعاملها كما ذكروا بدون مراعاة أنها أم، بدون احترام مقام الأم. في يوم من الأيام بعد انتهى صبره وأخذ هذه الأم اللي ما كانت تتمكن أن تمشي، الأم اللي بعد ما تتمكن تمشي، بعد هو لازم يقوم بشؤونها، هو لازم يوكلها، هو لازم يشربها، هو لازم يسمع يتحمل. فأخذها على كتفه أو على ظهره وأخذها إلى الصحراء، راح وداها وصعدها على جبل ووضعها فوق الجبل. هذا موقف الابن تجاه أمه، خلاها حتى بعد تنتهي هناك فوق الجبل، وحش من الوحوش يجي يأكلها، طائر يجي يأكلها وتنتهي. بعد عندما كان هذا الابن ينزل من الجبل، هذه الأم اللي تواجه بمثل هذا العقوق، الله تعالى قال لنبيه موسى اذهب إلى ذلك الجبل وانظر ماذا يجري. فموسى صلوات الله عليه دا يشاهد هذا المنظر، الابن دا ينزل من الجبل، الأم أخذت تفكر أنه ليكون أن هذا الولد عندما دا ينزل من الجبل تعثر رجله بحجر من الأحجار
فيسقط. ليكون حيوان مفترس من الحيوانات التي في هذه الصحراء تفترس هذا الولد. الابن في شنو يفكر والأم في ماذا تفكر؟ فرفعت يديها إلى السماء وقالت: اللهم احفظ ولدي هذا حتى يعود إلى بيته. موسى صلوات الله عليه عندما شاف هذا المنظر هواية انفعل وثارت الأحاسيس في قلبه. الله سبحانه وتعالى أوحى إليه: يا موسى إني أرحم بعبادي من رحمة هذه الأم بولدها. حقيقة هو هالشكل، هو رحمة الأم شعبة من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه الرحمة منين إجت؟ كلما يوجد من رحمة في هذه الدنيا شعبة من رحمة الله سبحانه وتعالى. فحقيقة الله سبحانه وتعالى أرحم بعبيده من رحمة الأمهات بأولادهن. هذه إحدى الأشياء المهمة جدا في هذه الدنيا وفي لحظات الاحتضار وفي القيامة وفي البرزخ وعلى الصراط وحتى في جهنم. حتى في جهنم إذا والعياذ بالله الإنسان ألقي في جهنم، حتى في جهنم أمل برحمة الله ما لازم ينقطع. في دعاء كميل: لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين. يعني حتى واحد في جهنم أمله برحمة الله لا ينقطع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا برحمته الواسعة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق هدي